اما هلا سلمى بنرحب بالدكتور حسام حديد رئيس شعبه الاذنيه في مشفى المواساه لنحكي اكثر عن مشاكل الجيوب ومشاكل انسداد الانف. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك على شاشه الاخباريه. يسعد صباحكم، شكرا لكم، كل عام وانتم بخير. وانت بخير، اهلا وسهلا فيك دكتور. اليوم رح نحكي بشكل اوسع عن الجيوب الانفيه، لهيك خلينا نتعرف بالبدايه من حضرتك، امتى بتبدا هي المشكله وامتى بنقول انه هذا الشخص معه جيوب انفيه؟ شو الاعمار اللي ممكن تكون اكثر عرضه للاصابه بالجيوب الانفيه؟ يسعد صباحكم، يعطيكم العافيه. هلا بنسمع من كثير اشخاص موضوع الجيوب الانفيه. هلا الجيوب الانفيه هو يعني هي جزء من عضويه الجسم وليست تشخيص مرضي. يعني نحن لازم دائما نركز على هالموضوع هذا، انه نحن عم نتعامل مع جزء من عضويه الجسم وليس مع تشخيص مرضي. الامراض اللي ممكن نتعرض لها نتيجه مشاكل يعني امراض متعدده تطرا على الجيوب الانفيه. شو هي الجيوب الانفيه بشكل اساسي؟ هي اجواف هوائيه تتوضع ضمن الجمجمه او ضمن الراس وبتفتح على الانف، يعني تصريفها هو عن طريق الانف. وبالتالي اغلب الاصابات اللي بتصير او الامراض اللي بتصير اما نتيجه اليه مرضيه بتنشا ضمن الانف او اليه مرضيه بدئيه بتنشا ضمن الجيوب نفسها. فنحن دائما بنركز اكثر شيء، اول شيء لما بيجينا اي مريض عم يعاني من هيك مشاكل، انه نتاكد من انه الانف ضمن الحدود الطبيعيه، التنفس طبيعي، او انه نوصل لهالمرحله هي من خلال العلاج الدوائي او العلاج الجراحي. في كثير من الاسباب يمكن لجيوب الانفيه، ودائما نسمع كثير من الناس بتقول لك معي جيوب، واغلب الناس معي جيوب، منها مشاكل إلى علاقه بالاسنان، منها مشاكل داخليه. خلينا نحكي عن الاسباب الاساسيه للاصابه بالجيوب الانفيه، وايمت ممكن يعني في لها عمر معين ولا لا تختلف؟ تمام. هلا هي بشكل رئيسي الاسباب اذا مثل ما ذكرنا الاسباب اللي موجوده هي لازم تكون اسباب اما اليات التهابيه مثل اليات التهابيه حاده او مزمنه، الفيروسات، الجراثيم، الامور الالتهابيه، او اليات مثلا ممكن تكون تحسسيه نتيجه تعرض معين لروائح معينه، اما بشكل طبيعي او بشكل مهني، او ممكن تكون اليات جراحيه نتيجه مثلا تشوهات معينه موجوده، او اضافه لهيك الامور الاخرى اللي ممكن تطرا مثل الاصابات الورميه او الاصابات السليمه مثلا مثل البوليبات اللي نسميها او هالامور. يعني هلا طبعا هي تطور الجيوب ما بينتهي بولاده الجنين، تطور الجيوب بيتطور اثناء العمر لحدود العشر سنين تقريبا، فنحن عم نحكي باليات مختلفه بتتفاوت بين عمر وعمر، ولكن اغلب الاصابات اللي بتطرا او الاصابات المهمه الشائعه هي باعمار الشباب والاعمار الكبار. نعم دكتور، خلينا نحكي عن فكره، البعض بيقول انه التهابات الاسنان ممكن تؤدي لجيوب انفيه. تمام. هل هذا صحيح؟ هل ممكن يكون الجيوب الانفيه هي مؤشر لالتهابات موجوده بالجسم؟ ده. مثل ما قلت لك نحن الجيوب هي عباره عن موقع ضمن تشريح او ضمن بنيه الجسم، وهي بتتعرض لمشاكل مرضيه نتيجه اصابات اللي فيها او نتيجه المجاورات لها. الفك العلوي واللي بيتضمن الاسنان والادراس الموجوده بالفك العلوي هو ضمنه بيتوضع الجيب الفكي، خلينا نقول يعني ضمن كيان العظم الفكي، وبالتالي في تجاور مباشر بين هالبنيه السنيه وبين الجيب الفكي اللي هو موجود بالطرفين، الجيب الفكي الايمن والجيب الفكي الايسر. فهون كثير احيانا نحن بنتعرض لهالمشاكل اثناء التدخلات السنيه من قبل طبيب الاسنان بشكل، يعني ما بدنا نقول دائما انه طبيب الاسنان هو يعني انه بيسبب هالمشكله، لانه احيانا بيكون في مشكله تشريحيه مثل رقه بجدار الجيب او تبارز للاسنان ضمن الجيب، فبالتالي بينتج عن عمليه التداخل السني سواء حفر القناه السنيه او سواء القلع، احيانا بينتج عن ذلك مشاكل بالجيوب مثل النواسير مثل الالتهابات. هالامور هي اما بتنحل بشكل بسيط بالعلاج الدوائي المحدد له بروتوكولات معينه، وبعض الحالات بتتطور لامور اكثر اللي هي الامور الجراحيه. هلا اذا عم نحكي عن هالشيء هذا في موضوع بشكل عكسي، يعني احيانا بتتظاهر مشاكل الجيوب بالام بالاسنان.
تكون الاسنان سليمه ما فيها شيء ولكن عم يتظاهر بالام اسنان، هون عم نحكي كمان بالام انعكاسيه بيكون سببها هو التهاب الجيوب بشكل اساسي. كمان اضافه لهيك هذا يعني هذا الموضوع نحن كثير بنكون حذرين منه وبننبه عند بعض المرضى اللي عندهم مشاكل مناعيه او اللي عندهم ضعف بمناعتهم او ممكن ما يقدروا يعني مناعه الجسم ما تتصدى لهالمشكله المرضيه الموجوده او تقدر تحجمها لحتى نقدر نتعامل معها، مثلا السكريين، مرضى قصور الكليه، المرضى اللي بياخذوا مثبطات المناعه، بعض الامتهانات السنيه اللي بتظهر عندهم ممكن تتطور وبشكل يعني جدا مزعج، حتى ممكن احيانا نحن كاطباء نفقد وسائل التدخل مع المريض هذا، مشان هيك نكون كثير حذرين عند هدول المرضى، ما نهمل الصحه الفمويه والصحه السنيه عند المرضى اللي عندهم هيك مشاكل، لانه اي اختلاط بسيط لهالمشاكل السنيه ممكن تاخذنا باتجاه مشاكل كثير سيئه. نعم، حكيت نقطة كثير مهمة دكتور، يعني ممكن تكون أعراض آلام الأسنان هي لها علاقة بالجيوب الأنفية، خلينا نحكي عن بعض الأعراض الأخرى اللي ممكن أنا من خلالها أنتبه إنه عندي جيوب، يعني ما ممكن حدا يفكر إنه مثلا والله إذا وجعني ضرسي معي جيوب بالأنف، شو بعض الأعراض كمان اللي ممكن أنا أنتبه إنه لازم أتوجه للدكتور؟ هلا مثل ما بلشت وقلت لك أنا نحن أمراض الجيوب متعددة، يعني فيها آليات التهابية، فيها آليات انسدادية، فيها آليات تحسسية، أشكال متعددة، بس بشكل عام الأعراض اللي بيراجعونا المرضى غالبا هن بأعراض الألم. يعني مثلا الصداع، مشاكل الصداع، مشاكل الالم الوجهي، مشاكل التورمات، الانتفاخات اللي ممكن تكون موجوده بجانب الانف او احيانا وهذا الشيء الأسوأ لما بنوصل لمرحله الاختلاطات ما بعد اصابات الجيوب، يعني مثلا بنوصل لمشاكل عينيه، بنوصل لمشاكل مثل ما حكينا فمويه، بنوصل لمشاكل ضمن الانف، فهي الاعراض يعني هي اللي بتقود المريض لحتى يروح لعند الطبيب لحتى يفحصه ويروح باتجاه التشخيص اللي ممكن يكون تشخيص بسيط من خلال الفحص السريري فقط، وممكن لا يحتاج اجراءات تشخيصيه مثل الصور الشعاعيه او التنظير بالعياده او بالمشفى لحتى نقدر نشخص حالات الجيوب ومشاكلها. نعم دكتور، مثل ما حكيت ببدايه حديثك في عندنا انواع لالتهابات الجيوب الانفيه، منها الحاد ومنها المزمن. نعم. الفرق بيناتهم ان كان حتى بالتشخيص وبعدها ممكن ندخل بمرحله نحكي اكثر عن تمام. العلاج. هلا الفرق بين الحاد والمزمن هو موضوع الاعراض اللي عم تطرا عند المريض ظهور هاي الاعراض ومراجعته للطبيب فيها. هلا اغلب التهابات الجيوب الحاده هي بتتظاهر بعد اصابات انتانيه بتكون موجوده بالانف مثل الجريب الشائع اللي ممكن يصير عند بعض المرضى ويشفى لحاله او يتطور لاختلاطات منها التهابات الجيوب، ممكن يصير نتيجه انسداد الانف عند كثير من المرضى احيانا تتطور باتجاه التهاب الجيوب الحاد، وهون بيكون عندنا بشكل اساسي الم شديد، صداع، سيلان مفرزات الى لون معين او الى قوام معين. هون نحن عم نتعامل مع مرض ممكن يتعالج علاج دوائي خلال فتره اسبوع ل 10 ايام تقريبا، ممكن يشفى المريض ويرجع لوضعه الطبيعي. التهابات الجيوب المزمنه لا، نحن عم نحكي عن اليات ثانيه، ممكن تكون اليات متعلقه بالشكل التشريحي للجيوب، انسداد بمدخل الجيوب، تجمع لمفرزات، تجمع للبوليبات اللي بنسميها هي ماده يعني كتله نسيجيه بتسد هالمكان، كتله نسيجيه سليمه. احيانا تغير بحجم الجيب صغر او كبر، يعني كل هالامور هي ممكن تاخذنا باتجاه التهابات الجيوب المزمنه، احيانا في بعض مشاكل فطريه بتوصلنا لاصابات مزمنه، الاصابات المزمنه ما فيها الالم الشديد مثل ما بنشوفه بالحاد، ولكن ممكن تتظاهر بالسيلان، ممكن تتظاهر بالروائح الكريهه بالانف، ممكن السيلان الانفي الخلفي اللي هو رجعه المفرزات باتجاه البلعوم الفموي، يعني هي الاعراض الاساسيه، ولكن بتضل مثل ما قلت لك هي لابد من تشخيصها بشكل دقيق سواء بالشكل الشعاعي او بالشكل السريري. طيب دكتور، ايمت بنقول هيدا الموضوع مش بحاجه لعلاج دوائي، بحاجه لعمل جراحي؟ في كثير من الناس بتقول لك انا عملت عمليه جيوب بس ما استفدت رجعت تمام. لي هي دائما بسمعها بشكل متكرر. انا بدي اطرح بس جوابا لكلامك، انا عملت عمليه جيوب، بيجينا كثير مرضى بيقول انا عملت عمليه جيوب، شو هي عمليه الجيوب؟ مثل ما بلشنا الجيوب الانفيه كلها هي بتفتح على الانف، يعني بتفتح على جوف الانف، لما يكون في عندي انسداد بالانف بالتالي رح يكون عندي مشاكل بالجيوب، اشيع انسداد موجود بالانف بنشوفه عند كثير مرضى هو الشيء اللي اسمه انحراف الوتيره والشيء اللي اسمه ضخامه القرينات الانفيه. اغلب العمليات اللي بتسمعي المرضى بيقول لك انا عملت عمليه جيوب هيك بهالشكل البسيط هي بتكون عمليه تصحيح الوتيره وعمليه كي القرينات او تصغير القرينات وليس تداخل جراحي حقيقي على الجيوب. التداخلات الجراحيه الحقيقيه على الجيوب حاليا هي شيء اسمه جراحه الجيوب التنظيريه. جراحة الجيوب التنظيرية الوظيفية، نحن بندخل بالمنظار لجوف الأنف،
من نكشف خلينا نقول التشوهات او المشاكل التشريحيه الموجوده اللي عم تسد فوهات الجيوب، بنوسع فوهات الجيوب ضمن حدود معينه وظيفيه بحيث نتحافظ على وظيفه الانف، وبنسحب المفرزات المتجمعه بحيث يرجع الانف لوضعه الطبيعي. هذا اذا عم نحكي باليات بسيطه التهابيه او ضمن هالحدود. اذا عم نحكي باليات مرضيه ورميه فطريه امور اخرى ممكن تكون فيها تخريب للانف، هون عم نحكي باجراءات جراحيه معقده اكثر واكثر. فالاجراء البسيط اللي بيتداول بين العالم انه انا ساويت عمليه جيوب هو قصد غالبا هي عمليه انحراف الوتيره، اللي هي عمليه بسيطه بتعتمد على تصحيح الحاجز الانفي اللي بيقسم الانف لقسمين واعادته للخط المتوسط بحيث انه يصير في سهوله بجريان الهواء وبصير في تنفس طبيعي ضمن الانف. نعم دكتور، يعني كمان عادة بنسمع كثير مصطلحات شائعة وممكن يكون البعض منا خاطئ، وبالفطرة تعودنا انه في كثير اشخاص يعني بهالايام صار الانترنت هو الطبيب تبعهم او الجار او الى اخره. في ناس بتخلط بين الجيوب وبين اللحمية، اللحمية اللي ممكن تكون موجودة واللي هي قطعة بسيطة و و و وما يعني ممكن تكون عمليتها بسيطة، وكثير بنسمع عن هذا الخلط، وفي ناس بتقول هي سبب الجيوب وما إلى ذلك، فينا نوضح هذا الشيء؟ هي الفكرة اللي عم أقول لك إياها، نحن عم نحكي عن جوف الأنف، جوف الأنف فيه موجودات، هي الموجودات هي الوترة الأنفية المكونة من قسم عظمي وقسم غضروفي، وإضافة للقرينات الأنفية اللي هي مستويات. هاي القرينات الأنفية هي نسيج بيتغير حجمه تبعا لموجودات متعددة، منا الأعراض التحسسية، منا الأعراض الالتهابية، منا الحرارة تبعت الجو، منا الانحراف تبع الوتيرة، انسداد الأنف بيؤدي أحيانا ضخامات قرين معاوضة. هالأمور هي اللي هي اسمها بيقولوا لها البعض اللحمية، أو هي اسمها الأساسي هي القرينات الأنفية، أحيانا بتؤدي لحدوث انسداد بالأنف، وضمن عملية تصحيح الوتيرة أو بشكل مستقل لحالة في بعض الحالات بنقوم بتداخل هدفه تصغير حجمه وليس بعض الإجراءات الجائرة اللي بتؤدي لاستئصال أو شيء من هالنوع. لا، نحن مجرد تصغير لحجم القرينات. هذا التصغير ما بتنصح بأنه هي تنشال؟ مو ما بنصح، هو علميا ما بصير تنشال، ما بصير يعني علميا ألغي هذا الاستطباب. قد يكون قديما موجود بس هو كنا نسمع عن هذا الشيء انه بيعملوا عمليه وبيشيلوا. هلا بيغير الشال في بعض اللخط الاضافي هلا بحكي فيه، بس نحن بشكل اساسي العمل الجراحي هو تصغير القرينات لحتى تحافظ على وظيفتها بدون ما تؤدي لانسداد الانف وبدون ما يكون في تجمع للمفرزات بالجيوب او اليات التهابيه بالجيوب. ففعلا هو يعني علاج مشكله القرينات هو وسيله من وسائل تحسين تهوية الجيوب وتخفيف من مشاكلها. اللي بتنشال يعني اللي بيقولوا انه شالوا اللحميات احيانا هن بيشيروا لمشاكل غير، هي بتوجد زاد عند الاطفال. عند الاطفال في عندنا نسيج اسمه الناميات. الناميات الانفيه هو نسيج موجود بالبلعوم الانفي بيشبه بنيه اللوزات، هو عباره عن نسيج لمفاوي. وهذا النسيج احيانا بيتضخم وبيؤدي لانسداد بهالمنطقه وبيسبب صعوبه التنفس. هذا اللي ممكن انه نقوم بعمليه تجريفه واستئصاله وليس القرينات الانفيه. كلمه اللحميه مثل ما قلتي من طبيب العالم اللي هو الانترنت احيانا بيحكوا فيها عن الناميات واحيانا بيحكوا فيها عن القرينات، ولكن هن تركيبتين مختلفتين بالعمر وبالاليه وبالتدبير وبكل شيء. طيب دكتور، بما اننا دخلنا لشق الاطفال، قديش كمان الجيوب بتاثر بالجهاز التنفسي على الاطفال، وقديش ممكن المحيط ياثر على الجيوب؟ هلا مثل ما قلت لك يعني هي اليه الجيوب او امراضيه الجيوب عند الاطفال ما كثير شائعه الا ببعض الحالات المعينه اللي فيها تشوهات او فيها اورام او اللي فيها انسدادات كثير صريحه، بس بشكل عام انسداد الانف عند الاطفال هو شيء مهم. يعني نحن براجعنا يوميا اطفال، اهل جايبين اطفالهم انه عندهم انسداد بالانف، بيتظاهر بالشخير، بيتظاهر بصعوبه التنفس. شو السبب؟ بيتظاهر احيانا بالصوت، تغيير بالصوت. السبب الرئيسي بيكون في ممكن يكون موضوع الناميات اللي حكينا عنه، ممكن يكون مجرد جفاف الانف وانسداد الانف، ممكن يكون اعراض تحسسيه موجوده، ممكن تكون اليات بحاجه لتصحيح جراحي اما بوقت مباشر او بعد فتره بس يصير العمر المناسب. مشان هيك دائما نحن بننصح عند هدول الاطفال انه نلتزم بابتعادهم عن الروائح، عن الدخان، عن الاراجيل، عن الامور. قديش مهم المحافظه على جهاز تنفس الاطفال؟ يعني في كثير من الناس بتقول لك ولو تعرض الطفل يعني هو بعيد جنب الارجيله مره بالشهر او مرتين او عم ندخن عادي طبيعي، يعني ما راح يصير له شيء. جوف الانف عند الطفل او اذا بدنا نقول كل الاليه التنفسيه، طريق التنفس العلوي وطريق التنفس السفلي، بيتاثر بشكل شديد بموضوع قديش مضر؟ موضوع
موضوع الروائح، خاصة روائح الدخان والأراجيل وهالأمور هاي، وبنعكس على أعضاء تانية مثل الإذن، مثل الحنجرة، مثل الرئة. فبالتالي نحن دائما أهم توصية، وانسداد شديد يعني كونه جوف الأنف صغير بيصير انسداد مباشر وشديد، فنحن أهم توصية بنوصيها للأطفال اللي بيجونا بأعمار صغيرة سنة وسنتين، إنه والله ما عم يتنفس بالليل، أنفه مسكر، هالأمور هي، إنه خلينا نبعده عن الروائح، نتجنب الأعراض المشاكل التحسسية، بعدين بنحكي بالعلاجات الدوائية أو بالعلاجات الجراحية. فضروري كثير وقاية الأطفال من هالموضوع لحتى نتجنب انسداد الأنف. دكتور، يعني ولو بدي أسألك سؤال هو شوي بعيد عن محور حديثنا لليوم، ولكن أكيد من ضمن اختصاص حضرتك، خلال الأيام الأخيرة صرنا عم نشوف كتير الناس عم تتعرض لأشعة الشمس، طبعا بسبب ارتفاع درجات الحرارة عم نشوف ظاهرة رعف الأنف. تمام. وعم تختلف بين الأشخاص، أعمار مختلفة، شو مسبباتها وكيف ممكن؟ هلا هو بفصل الصيف يعني من أشياء الأعراض والمشاكل اللي بتراجعنا هي مواضيع الرعاف المتكرر. سببه الأساسي إذا يعني بدنا نحكي بالشيء البسيط والشيء اللي يوميا نحن على التليفون في حدا بيسألنا ومنجاوبه مباشرة عليه، سبب الأساسي الجفاف بالأنف. خاصة هلا نحن بخلال هالشهر بشهر رمضان قلة أخذ السوائل وحدوث تجفاف إضافي، هذا كله بيؤدي لحدوث جفاف بالأنف، جفاف للقشور المخاطية المفرزات جوات الأنف، بتؤدي لحدوث خدوش ضمن الأنف وسيلان للدم. هذا يعني مثل ما عم لك هي آلية بسيطة لها علاقة بترطيب الجو وترطيب الأنف واستخدام بعض الأدوية اللي ممكن تساعد بإغلاق هالنزوف الصغيرة وإحداث غطاء بيساعد على تقليل جفاف طريقة الأنف. العلاج الإسعافي الأول، لأنه لهلأ الناس عندها تماماً نفس الأسلوب الخاطئ اللي هو بيحطوا محرمة وبيرفعوا الراس. هذا خطأ، هذا خطأ. شكرا لك. تماما، نحن كثير بننبههم، وحتى لما بننبه الأهل بيستغربوا إنه نحن سطحوا ورفعوا رجليه، دائما سطحوا ورفعوا رجليه أو رجعوا راسه لورا. سطحوا ورفعوا رجليه إذا كان واصل لمرحلة إنه فيها هبوط ضغط، ولكن هذا الرعاف البسيط من الأنف ما بيوصل لهالمرحلة هي، يعني ما بيساوي فئر دم ولا بيساوي هبوط ضغط ولا بيساوي شيء. الإجراء البسيط هو باستخدام الإيد، يعني باستخدام الإصبع، إنه نضغط الجناحين الأنف، هالمنطقة هي اللي هي جناح الأنف، نضغطه على بعضه بشكل يعني بشكل محكم وليس بشكل قوي كتير، ولمدة 5 دقائق 10 دقائق نعمل عملية تخثير وضعية يعني. الأنف للأمام، وضعية الأنف للأمام. الجسم هو فيه آلية إرقاء أو آلية إرقاء أولي، بحيث أنه مجرد ما نحن ضغطنا رح يوقف مكان الجرح وتتجمع الصفيحات وتسدها النزف هذا. بعد 10 دقائق مجرد ما رفعنا إيدنا ممكن يكون تشكلت خسرة صغيرة تطلع ونرجع للوضع الطبيعي. ما بنحط مي، ما بنحط محرمة، ما في داعي لاستخدام أي شيء، ما في داعي، أنا ما في داعي أشوف الدم اللي عم ينزل، ولا في داعي جمع كمية الدم اللي عم تنزل. مجرد أني أضغط جناحي الأنف ونزل الرأس لقدام بحيث ما يرجع الدم باتجاه البلعوم، وخلال 5 دقائق إلى 10 دقائق رح يكون وقف الدم ورح تكون رجعنا لوضعنا الطبيعي ان شاء الله. بحال سوينا هالاجراء الاولي وما مشي الحال، معناتها نحن بحاجه لاستشاره طبيه وبحاجه لتداخل من نوع اخر. طيب دكتور، بالختام خلينا نحكي بعض النصائح لكثير من الناس اللي بيعانوا من جيوب، وهلا بالاضافه للجيوب الحساسيه الفصليه، دائما بتلاقي في ناس منتشر بشكل كثير كبير، بتلاقي يمكن مرض العصر اليوم. شو هي بعض النصائح؟ في كثير من الناس بتقول لك انا ما بستفاد، يعني بعد عن الروائح، بس هي بشكل مستمر يعني هي للامانه ما بتروح بعلاج دوائي، هي مش فصليه. هي التوصيات الرئيسيه اللي اذا التزم فيها المريض وما استفاد فهو بده يتوجه باتجاه الاستشاره الطبيه اكيد. موضوع ترطيب الانف بشكل متكرر، اما بشكل ذاتي او باستخدام البخاخات اللي بتساعد على ترطيب الانف، الابتعاد عن مصادر الحراره القويه مثل هلا بالصيف، دائما انه نلجا لانه نحط مثلا ممكن اذا اضطرينا مثل بشكير مبلول او شيء يعني يمنع انه يصير تعرض مباشر لمخاطيه الانف لهالحراره. كمان السوائل، استخدام السوائل بكميه كبيره بتساعد انه هي تخفف من جفاف المخاطيات وبتحسن اليه التنفس. مثل ما حكينا الشغلات اللي بتستدعي المراجعه الطبيه مباشره نروح باتجاهها، مثل مشاكل السنيه ومشاكل الانتانات التنفسيه. والنصيحه اللي لابد منها وانتم بلشتوا فيها وانا برجع بعيدها، هي صارت التباعد الجسدي هلا مشان الانتانات، وخاصه موضوع الكورونا كان اسمه تباعد اجتماعي، بس هلا بما انه يعني الموضوع لازم يستمر معنا لفتره اطول رغم انه خفت الانتانات، نحن رح نسميه التباعد الجسدي مشان يضل في الفه ومحبه ونقضي اوقاتنا كلها بوقت سعيد ان شاء الله. يعني معلومات كثير مفيده، بنتمنى الكل يكون استفاد منها. شكرا لوجودك معنا دكتور. اللي ما قدر طبعا يتابعنا هلا مباشر رح تنزل الفقره على الفيسبوك او بالاعاده. شكرا لك. اهلا وسهلا فيكم، كل عام وانتم بخير مره ثانيه. نتشكر.
أشكرك دكتور حسام حديد رئيس شعبة الأذنية في مشفى المواساة على وجودك معنا اليوم. رمضان كريم.